نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. تفاجأنا الساعة 3 الصبح اطلاق نار كثيف من الجهات اللبنانية على الأمان السورية. وأنا في صالة المغادرة تعرضت الأمان لهجوم إرهابي عنيف، تدخل الأمن والجهات المختصة في الأمان من جمارك وأمن، ورد عليهم بكامل قوة وحسم مادة لردع ورجوع إلى منطقة الوادي خالد. حوالي الساعة 3 صباحا قامت مجموعات إرهابية بإطلاق نار كثيف من قبل الأراضي اللبنانية باتجاه أمانة جمارك جسر قمار، وقد قامت الجهات المختصة بالتصدي لها. وفي ريف حلب تمكنت الجهة المختصة من مصادرة كمية من الأسلحة الحربية المتنوعة كانت مخبأة في سيارة تاكسي نوع شيفروليه كروز وجدت مركونة في أحد أحياء منطقة منبج. تشتمل الأسلحة المصادرة على 22 بارودة روسية وقذف أر بي جي مع 3 قذائف وثلاث حشوات و203 طلقات رشاش وسبعة مخازن. المرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب استنكر المجزرة التي تعرضت لها أسر عدة في حي كرم الزيتون بحمص على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، واعتبر المرصد في بيان له أن هذا العمل الإرهابي تم بتواطؤ وتخطيط تام مع المحور القطري السعودي الذي كرس قنوات الفتنة العبرية لإلصاق التهمة بالجيش العربي السوري وقوى حفظ النظام. وأكد المرصد ضرورة تضافر جهود هيئات المجتمع السوري للقيام بالإجراءات اللازمة لفضح جرائم عصابات مجلس اسطنبول، معتبرا استمرار صمت وتجاهل المجتمع الدولي لوجود وأفعال هذه المجموعات الإرهابية المسلحة دليلا واضحا على شراكته في سفك الدم السوري. مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 4 أشخاص بينهم موقوفان في جرم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى سوريا، وأحال القاضي صقر الموقوفين بعد التحقيق معهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في سياق آخر، تمكنت السلطات اللبنانية المختصة من تحرير المواطن السوري عبد المعين العوام البالغ من العمر 39 عاما بعد اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة في محلة الشويفات بمنطقة البقاع من قبل اللبنانيين حسين المقداد وأحمد جلوان والفلسطيني لؤي داود عبد الله. وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن التحقيقات أظهرت أن الخاطفين طلبوا مبلغ 75 ألف دولار كفدية مقابل الإفراج عن العوام قبل أن تتمكن مديرية المخابرات من تحريره، مشيرا إلى أن الموقوفين أودعوا القضاء المختص. أودعوا إلى القضاء المختص. كما قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب تمكنت من ضبط سيارة نوع بيك أب على متنها قطعتين من الأسلحة الرشاشة في منطقة القناية صيدا عند مدخل مخيم عين الحلوة. كما ضبط الفرع كمية كبيرة من مختلف الأسلحة من عيارات مختلفة وقذائف في منزل الدكتور زين حيف في منطقة عين دلب، حيث تم اعتقاله وتحويله إلى الجهة المختصة. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 113 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الاثنين السابع من أيار القادم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012. ووفق نص المرسوم يبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضوا موزعين على 127 عضوا عن قطاع العمال والفلاحين و123 عضوا عن باقي فئات الشعب. لا تزال بعض الدول العربية والغربية تتابع مسلسل الإرهاب على الشعب السوري من خلال دعمها اللوجستي للمجموعات الإرهابية المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. التحقيقات المشتركة بين أجهزة الأمن الجزائرية والفرنسية كشفت أن 21 جزائريا وخمسة فرنسيين من أصول مغاربية يقاتلون في صفوف تنظيم القاعدة في سوريا بعد أن تسللوا ضمن المتطوعين الليبيين إلى سوريا. وحسب التحقيقات فإن فرع تنظيم القاعدة في ليبيا فتح معسكرين على الأقل لتدريب المتطوعين من المنطقة المغاربية ومصر والأوروبيين من أصول عربية، أحدهما بمنطقة صحراوية قرب مدينة هون بوسط ليبيا، والثاني في موقع يعتقد بأنه قريب من سهل عجلة جنوبي الجبل الأخضر شرقي ليبيا.
ومن بين الملتحقين شخص يكنى بأبي القاسم المهاجر فرنسي من أصل جزائري، كما كشفت التحقيقات أن عددا من المغاربة والجزائريين تسللوا عبر تونس إلى ليبيا لتلقي التدريب بعد أن تم تجنيدهم عبر مواقع جهادية إلكترونية، والمئات منهم موجودون حاليا في سوريا ويقاتلون تحت لواء كتائب جهادية أنشئت مؤخرا في سوريا. مصادر أمنية لبنانية كشفت أن الأجهزة الأمنية أوقفت 4 مسلحين قدموا من قطر عبر مطار بيروت الدولي عند الحدود مع سوريا، كانوا يقيمون في أحد الفنادق شمالي لبنان، وضبطت بحوزتهم هواتف خلوية متطورة تحتوي على شرائح مفصلة لصناعة العبوات الناسفة وخرائط لمواقع عسكرية سورية. ما يخطط لسوريا رأى فيه أسامة الدليل أنه الطريق المسدود في دمشق وسيكون بوابة النظام العالمي الجديد، مضيفا أن تجمع النظم الملكية العربية يحاول حجب الحقائق بأن سوريا صمام الأمان لمنظومة الأمن القومي العربي، وأن من يرفع العلم السوري أيام الانتداب الفرنسي ليست معارضة سلمية بل جماعات تكفيرية ممولة من قطر والسعودية، وبناء عليه فإنه لا سبيل لأي تدخل عسكري بسبب عقيدة الجيش العربي السوري. وجه مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن حول المواقف العدائية لرئيس الجمعية العامة السفير القطري ناصر بن عبد العزيز النصر. جاء في الرسالة أن تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة لا تتسق مع دور وولاية رئيس الجمعية الذي من المفترض أن يلتزم بميثاق الأمم المتحدة ويكون محايدا وموضوعيا. وأضافت الرسالة أن المفروض وفق النظام الداخلي للجمعية ألا يتأثر الرئيس بمواقف بلاده السياسية باعتباره منتخبا ليكون رئيسا للجمعية العامة بكل أعضائها وليس لاستخدام منصبه لتمرير مواقف بلاده السياسية. وتبعت الرسالة إن تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة اتسمت بالنبرة التصعيدية واعتماد لغة تخالف مهامه ومساعيه واتخاذ نهج يتجاوز حدود ولايته ليساير مواقف دول بعينها تناصب العداء لسوريا ويتجاهل مواقف دول أخرى لا توافق على التدخل في شؤون سوريا. وقالت الرسالة إن من المفترض أن يتمتع من يشغل منصب رئيس الجمعية بالاستقلال التام عن مواقف بلاده وأن يعمل على تشجيع الحوار، وعليه فإنه من المتوقع أن ينأى بنفسه عن دعوات رئيس وزراء قطر العلنية والرسمية لتقديم الأسلحة للمعارضة والتدخل العسكري في سوريا. وختمت الرسالة بالإشارة إلى تجاهل رئيس الجمعية العامة بشكل فاضح أي إشارة إلى الإصلاحات الجدية في سوريا والتي توجت باعتماد دستور جديد، وكذلك أي إشارة إلى أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة ضد مؤسسات الدولة العامة والخاصة وضد المواطنين السوريين. أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن رفضه أي محاولة لإدخال السلاح إلى سوريا، وأكد المالكي في اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تجديد الإجراءات ووضع الحدود المشتركة بين العراق وسوريا تحت المراقبة المشددة يأتي انسجاما مع حرص العراق على إيجاد حل سلمي للوضع في سوريا وحقن الدماء وتجفيف مصادر العنف. وجدد المالكي دعوته لتكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد ضرورة إقناع المعارضة السورية التي ترفض الحوار وتتضمن مجموعات مسلحة تستخدم العنف بعدم وجود خيار أمامها إلا هذا الحوار. وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن الانسحاب الأحادي الجانب للقوات الحكومية من المدن والمناطق أمر غير منطقي، والسلطات السورية لن تفعل ذلك سواء أردنا ذلك أم لا، وعلى الجميع أن يدرك حقيقة هذا الأمر جيدا. وأعرب لافروف عن استغرابه لدعوات قيادة قطر إلى التدخل الخارجي في الشأن السوري، وقال إنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على 5 مبادئ لحل الأزمة في سوريا، أبرزها ينص على عدم جواز أي تدخل خارجي في الشأن السوري. تم الاتفاق خلال اجتماعنا مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على 5 مبادئ لتسوية الأزمة في سوريا، وأبرز هذه المبادئ ينص على عدم جواز أي تدخل خارجي في الشأن السوري. اعترتني الدهشة عندما علمت بعد وصولي إلى نيويورك
أنه عندما كنت أستقل الطائرة عمد رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها حمد بن جاسم الذي تم الاتفاق معه على هذه المبادئ الخمسة إلى الدعوة علنا للشروع في تشكيل قوات دولية عربية لتوجيهها إلى سوريا. هذا الموقف يتناقض بالكامل مع ما تم الاتفاق عليه وما تم الإعلان عنه بصورة مشتركة مع رئيس وزراء قطر. كوكبة من عناصر الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني شيعت جثامينهم إلى مثاويهم الأخيرة. رحمه الله ورحم الله شهداء هذا الوطن جميعا. بابا شهيد فداء هذا الوطن. بابا راح شهيد فداء الوطن ودمه روها الأرض راح ينبت الأشجار. ابنه شب الحمد لله والحمد لله وأمر له الله. قدمت ابني شهيد للوطن وإن شاء الله يكون آخر الشهداء. الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله بيكون الأزمة بأواخره. بعتز بشهادته لأنه كان بطل وفداء على الوطن. والله الله يرحمه ويجعل إن شاء الله آخر شهيد بهالبلد. والله يحمي الوطن وهالشعب كله. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. أنا أخت الشهيد بعتز بشهادته والله يحمي الجيش. الله يجعله آخر شهيد في هالبلاد. أمه لشهيد ياسي الله يجعله فداء الوطن. الله يحمي سوريا وكل كان يهزاكير يا رب. الله يرحمه والله جعله فداء هالوطن كله. تعبيرا عن شكرهم لموقف روسيا والصين الثابت تجاه القضايا العربية ووقوفهما إلى جانب الحق في وجه المخطط الذي تتعرض له سوريا، زار وفد من شيوخ القبائل والعشائر في سوريا كلا من السفارتين الروسية والصينية في دمشق، مؤكدين أن موقف البلدين المشرف دليل واضح على سعيهما لنشر السلام والعدالة الدولية في أنحاء العالم. نشكر روسيا ونشكر الصين على هالمبادرة الخيرية اللي بدوها في سوريا باسم عشائر سوريا من الحدود إلى الحدود. نشكر الدولة الروسية شعبا وحكومة على موقفهم النبيل. روسيا والصين توقف مواقف نبيلة تجاه قضايانا العادلة ونصرة للحق كون الشعب السوري على حق. نشكر موقف الحكومة الصينية
حكومة وشعبا لموقفها النبيل. عظمة الله كل محذوف السفير الروسي أكد أن موقف روسيا تجاه سوريا موقف ثابت، وأن الحوار هو الطريق الصحيح لحل الأزمة.